معنا عبر الاتصال الهاتفي الدكتور زياد حاجتها، مدير صحة بحلب. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، صباح أمطار الخير، صباح لسوريا اللي روت توا أرضى بدماء الشهداء، كل الرحمة لشهدائنا، الشفاء العاجل لجرحانا، تحية صباح جميل لجيشنا الباسل، التحية الكبرى لقائدنا سيد الصمود وسيد الوطن الرئيس بشار الأسد. يسعد صباحك. يعني دكتور كثير تناولوا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سمعة أطباء الرازي بسبب اختلاط أدى لا يمكن مشاكل، فخبرنا أول شيء حقيقة اللي صار، شو القصة؟ نعم، هذا الموضوع تقريبا من عام ونيف صار في اختلاط طبي، وهذا الاختلاط الطبي يحصل وبشكل كام يعني دائم في الطب، في اختلاطات، وهذا شيء مكتوب بكتب الطب انه في امراض قد تخضع لاختلاطات او حالات قد يحدث فيها اختلاط، وهذا الاختلاط قد يستطيع الطبيب تجاوزه وانقاذ المريض منه وقد لا يستطيع. يعني هذا الموضوع موصوف عالميا وليس لدينا فقط. فوقت صار اختلاط بمريض بمشفى الرازي، مريض أذنية، ويعني للأسف الشديد ما حسنوا الأطباء يعني ينقذوه، فتبلشت صفحات التواصل الاجتماعي تناول سمعة الأطباء وسمعة مشفى الرازي وسمعة مديرية الصحة ووزارة الصحة. طبعا هالصفحات الصفراء وهالرؤية الضبابية اللي عم يكتب اللي عم تكتب على صفحات التواصل كانت كلها بأسماء وهمية وصفحات وهمية، كان هدفها مو هدفها النقد البناء، ولكن هدفها التشهير إضعاف الروح المعنوية للمواطن أثناء في فترة الحرب وإقلال من ثقته بالدوائر الخدمية أو ما تقدمه الدولة من خدمات وعلى رأسها الخدمة الصحية. نحن بوزارة الصحة مقدم خدمات كبيرة للمواطن مجانا، الأدوية الأمراض المزمنة، أدوية معالجة الأورام، أدوية تصلب الويحي، اللقاحات كلها تقدم مجانا وهي تكلف الدولة مئات ملايين الدولارات وليس الليرات السورية، وتقدمها الدولة للمواطن مجانا. هذه الصفحات الصفراء كان لها هدف إضعاف ثقة المواطن بالدولة، ولو كان هن هذه الصفحات هدفهم دكتور نعم كان توجهوا إلى المكان المناسب وقدموا شكوى أو قدموا نقدهم أو قدموا رأيهم وباسمهم الصريح وليس بأسماء وهمية. يعني دكتور خلينا نقول أصحاب العلاقة مو هن اللي كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد لا. هي أسماء وهمية، خلينا نوضح لا. خلينا نوضح أكثر كيف صار مع الجهات المختصة. ونحن تمثلا للقانون اللي اصدره السيد الرئيس قانون الجرائم الالكترونيه، نحن وجهنا الاطباء برفع دعوى على هذه الصفحات. طبعا الجهات المختصه بالمتابعه حسنت توصل لاصحاب هذه الصفحات، والقضاء السوري طبعا وكلنا ثقه بقضائنا انصف الاطباء كيف انصف هؤلاء الاطباء العقوبه على هؤلاء الاشخاص. نعم. طب خلينا نحكي بعد ما رفعتوا هي الدعوة شو صار، كيف حصلتوا حق الأطباء اللي تم المساسة بسماعتهم، ويعني الأقاويل كثيرة عم تكون عن بعض القطاعات الصحية بسوريا وأكثر كاذب، مثل ما قلت يعني لو كان في شيء حقيقي كانوا قدموا شكوى رسمية بأسمائهم الصريحة، لكن عم نشوف فقط تنفيذ غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الهدف هذا هو مثل ما حكيت انا اضعاف ثقه الناس بالدوله وتاجيج الشارع، وهي الصفحات لها كثير علاقه بالارهاب، هذا هو الارهاب مواقع التواصل، هذا هو ارهاب مواقع التواصل، يا بيستهدفوا شخص او بيستهدفوا مؤسسه او بيستهدفوا قطاع من القطاعات وبيبلشوا انه نقد غير حقيقي ولاذع ويمس ويشهرون باشخاص معينين. نحن طبعا فورا اتجهنا للقضاء، اقمنا دعوى، القضاة طبعا اخذوا الموضوع بجديه وبداوا الاجراءات، رفعوا للجهات المختصه اللي هي الجهات المسؤوله عن الاتصالات، استطاعت جهات الاتصالات متابعه الصفحات
ومعرفة مين أصحابها وتسميتهم بالاسم للقضاء، والقضاء طبعا قال كلمته وأوقع فيهم العقوبة التي ينص عنها القانون. ونحن بنطلب من جميع زملائنا كأطباء، يعني طبعا انت بتعرفي بهالفترة الأطباء قدموا شهداء الجيش الأبيض، كان واقف جيش خلف الجيش العربي السوري بفترة الأزمة والحرب، ومدينة حلب كان بالذات مشفى الرازي قلعة صامدة وكانت أحد مقومات صمود المدينة وعدم سقوطها، لأن المدينة لو سقطت خدميا لكانت سقطت عسكريا، ولكن خدميا كانت المدينة مؤمنة بأبطال يوازون أبطال الجيش العربي السوري ويقفون خلف أبطال الجيش العربي السوري. وقدم القطاع الصحي شهداء، وخاصة بهالفترة هي فترة أزمة كورونا، كان الطبيب يعني يدخل على مهاجئ مرضى الكورونا ويقف بينهم ويقدم لهم العون الطبي، لا يبالي بنفسه سواء أصابته عدوى، ومنهم رحمه الله استشهد وهو يؤدي هذا الواجب المقدس. أكيد أكيد، تحيتنا لك دكتور ولكل الكادر الطبي في جميع أنحاء سوريا وتحديدا مشفى الرازي بمدينة حلب. بالختام بدنا نسألك دكتور، يمكن رسالة بتحب توجهها لكل الناس، يمكن بعض الناس بيصدق دائما الشائعات بسرعة ما بيحاول يتقصى أو حتى يعرف ما مدى حقيقة هذا الموضوع، فشو الرسالة اللي بتوجهها لكل الناس خاصة في حالة رعب وخوف؟ أنا بوجه رسالة لكل مواطنين في سوريا وفي حلب خاصة، نحن أبوابنا مفتوحة لكل نقد ولكل شكوى ولكل شيء يرد أو تقصير يرد من أي مكان، سواء في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص، لأنه نحن أيضا وزارة الصحة مسؤولين عن القطاع الخاص، ونحن جاهزين لأنه نرجع لكل صاحب حق حقه. وهي الشكوات على وسائل التواصل، هي ما هي شكاوي، هي قصد التشهير. وسائل التواصل ليس أماكن للتشكي ولا أماكن للنقد ولا أماكن للتشهير بالناس. وأرجو أنه كل واحد يكون عنده الجرأة ويجي يشتكي بشخصه، ونحن منوصل الحق لأصحابه إن شاء الله. هي رسالة نحن حاملينها، وهي ثقة نحن موليتنا ياها القيادة بأماكننا حتى نوصل المواطن لحقه ونوصل الخدمة اللي لازم توصله. نعم دكتور، نحن بدنا نتشكرك، وتحية لجميع الكادر الطبي اللي عم يبذل مجهود كتير كبير بمواجهة حاليا أزمة كورونا، وقبل كان عنده كتير من التضحيات. أكيد دائما بنقول لكل مواطن عنده أي شكوى يروح على الجهة الخاصة أو اللي بده يشتكي صار عنده مشكلة فيها، وأكيد أي تقصير هذا من واجب الإعلام أنه كمان يتابعه مثل ما عم يتابعه بالبرامج تماماً الخدمية. تماماً شكرا لك، وتحية لأهل حلب ولك. يسعد صباحكم وصباح الجميع. يسعد صباحك.